واتباعا لهذا الموضوع اكيد في فقره ترند حنتحدث حول قانون حمايه الطفوله. بسعد كثير جدا انه يكون ضيفي من داخل الاستوديو المستشار القانون الاستاذ عثمان العاقد ناشط حقوقي في حقوق عفوا الطفل. اهلا ومرحبا بك، مساء الخير عليك. مرحبا ومرحبا بقناه السودانيه 24 الدائم بتهتم بشان الاطفال. مرحبا بكم، ان شاء الله نكون خفيفين للساده المشاهدين. ان شاء الله يا رب. يمكن لما نتكلم عن الاطفال لابد انه نجيب عن حقوقهم من الولادة، إذا كانت التعليم أو إذا كانت الصحة أو إذا كانت أكيد كل الأدوار اللي بتخليهم هم على قيد الحياة وعايشين في هذه الدنيا. والآن ظهر يعني ظهر قانون الطفل 2010، يعتبر من أعظم القوانين اللي بتدي الأطفال كامل حقوقها، حتى حق الطفل يمنح لقانون الطفل بالنسبة أنه حق الطفل قبل ولادته اللي هو من خلال الكشف الطبي بين الأب والأم على أساس الطفل يطلع سليم معافى، وبنص على كل الحقوق، حق الدولة في رعايته، توفير حياة كريمة لهم، حقهم في التعليم، حقهم في الصحة، حقهم في التشكيل، جمعيات تعبر عن آرائهم، مقترحاتهم، الحقوق الثقافية بالنسبة لكل الحقوق. لكن للأسف الشديد كل هذه الحقوق مجرد حبر على ورق، كل القانون للأسف الشديد ما عنده أي آلية بتاع التنفيذ. الشيء الوحيد اللي بنفذ اللي هو في جزء معين في حماية الأطفال في الجرائم المعروفة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، دي الشيء الوحيد، البقية كله ما للأسف الشديد ما في أي تنفيذ ولا في أي ما في أي تنفيذ. طب من المسؤول اللي هو عن عدم التنفيذ؟ إذا كان أكيد دور الأسرة في التربية دور مهم، دور الدولة فيما يخص التعليم فيما يخص برضو الصحة، صحة الأطفال، من المسؤول؟ والله دي المجتمع متكامل، يعني كله حق من حقوق الأطفال الآن مسؤولة من جهة معينة، يعني التعليم هي مسؤولية وزارة التربية، والآن بنلقى الأطفال مدارسهم فتحت بدون كتب، الدولة متوفر الرعاية الاجتماعية مستورة توفر للأطفال حياة كريمة، وزارة الصحة مسؤولة من علاج الأطفال كويس، وزارة الشباب والرياضة مسؤولة توفر للأطفال المنتديات وسائل الترفيه وكده، يعني كل الوزارات متداخلة الآن بنفذ اللي هي السلطة القضائية في المحكمة، محكمة الطفل، ثم وزارة الداخلية في شرطة حماية الأسرة والطفل، ثم النائب العام موفر وكلاء النيابات، يعني دي في الجرائم اللي بتقع على الأطفال، لكن كحقوق مكتسبة بالنسبة له وفقا للقانون ما في حق. المسألة بتاعت الأطفال في العمل، حقوقهم في العمل مشهودة، يعني كل الحقوق بالنسبة للأطفال المشهودة، حتى ما في ذات الجرائم اللي بيتم الاعتداء عليها غير هذه الجريمة 45 جيم المكررة، ما شايف لي حاجة كده على أرض الواقع. ورغم إنه في المجلس القومي رعاية الطفولة، أنا بفتكر دائما بسأل المسؤولية الكبرى دوره شنو؟ يعني الآن مشاكلنا الكبرى والناس تتعامل بشفافية، أين حقوق الأطفال؟ أين الدولة من الأطفال؟ صحيح، يمكن برضو أيضا من الملاحظة اللي هو اختلاف الثقافات بين الدول، يمكن قاعدين نشاهد في دول الجوار إنه الطفل بيكون واعي لحقوقه، إنه إذا حصلت له أي حاجة بيقدر أكيد ياخذ حقه أو يعرف إنه هو مثلا حيتجه وين أو حيخاطب منه أو حياخذ حقه بأي طريقة، ولكن في السودان هنا أطفال كتار جدا أو كثر جدا بتغيب عنهم اللي هو فكرة الوعي فيما يخص حقوقهم الحقيقية. هو ده اصلا بيتوقف على المساله بتاعت التعليم، يعني التعليم لو كان تعليم فعلا مواكب الطفل لازم يستقب بحقوقه، لكن للاسف الشديد هنا لا زال عندنا التعليم يعني تلغاية او مجرد الغاء بس، يعني حفظ وتفريق، حفظ وتفريق، حتى ما في ذات استقرار في العام الدراسي، حتى الوسائل بتاعت الابداع ومشاركه الطلاب التلاميذ في الجمعيات الادبيه، حتى ما نبكي على الماضي لكن المشاركات الجمعيات الادبيه الان اختفت، في حاجات كثيره في جدا جدا في التعليم الان اختفت. يعني انا اتذكر الطلبه فتحوا المدارس بدون كتب، ناهيك بانه باقي الحقوق، ثاني شيء بنشاهد اطفال الواحد حق الوجبه الغذائيه ما عنده، الارتفاع الجنوني لاسعار الاطفال بيكونوا جوع، انت بتطالبي كيف طالب جعان حينال حقه، يعني ابسط حق الانسانيه. المساله تبقى مشاهد تدمعك على القلب، المدارس احيانا المدارس بتكون قبل الفطور على اساس الطفل ما عنده حق الفطور، يعني دي واجبات الدولة، زمان في السابق كان ممكن توفر وجبة للطفل الفقير، يعني في مشاهد كده بتاعت أطفال والله يا أستاذة أنا يعني تهز بأنه هل يا دكتورة ده المجتمع السوداني وصل للمرحلة دي، يعني دي مأساة حقيقية والله لدرجة الطالبات في بعض المدارس بقى يسرقن العيش، يعني يسرقن الفطور، دي أفتكر جريمة، جريمة نكراء في حقنا كمجتمع سوداني، افترض الناس لازم تواجهها، يعني زمن القطقط والدسيس انتهى،
نحن الان اطفالنا وضع مزري جدا جدا، وما في ذات فرصه عشان تعبر عن الجهه الوحيده اللي بتعبر عن الاطفال اللي هو المجلس القومي رعايه الطفوله. والان المجلس القومي بنقول كل المشاكل اللي فيما بعد اختصاص ورش واجتماعات وتقديم دراسات، لكن على ارض الواقع للاسف الشديد ما في. حتى وزاره الرعايه الاجتماعيه ما في شيء واضح كده للاطفال. حتى الدليل على كده الاطفال في الشوارع لما حصلت الازمه تحت الكورونا، نحن اطفالنا ماتوا لغايه. طيب شنو هي حقوق الاطفال بشكل عام؟ كل حقوق الاطفال، الحياه الكريمه، حق النمو، حق التربيه، حق التعليم، حق الاسره، حق كل الحقوق الانسانيه بتتوفر في الاطفال. يعني ابسط حاجه كل فئه لها حقوق الواجبه، يعني زي اطفال الشوارع دي اللي افترض تكون داري للايواء بتاعهم. يعني حتى لما حصلت الكورونا واغلقت الناس بياكلوا من فتات المطاعم والزبالات الله يكرمك، يعني حصل في حالات بتاعت وفاه في مجرمان لغايه ما انبرد بعض المنظمات، وهنا بقص مولانا عادل عبد الغني المحامي انبر لاطعام هؤلاء، وكانوا معه عدد من الزملاء. حتين بعد ما الناس اعلنت عنها في التلفزيون، اعتقد ذاك شيرت المقال ده، حصل حتين بعد كده تدخلت وزاره الداخليه وتدخلت الشرطه وتدخل، وحتى للاسف حتى المجلس القومي رعايه الطفوله اعتقد ذاته ما قدم خدمه لهؤلاء. عندي ماساه حقيقيه. صحيح. يمكن طيب خلينا ناخذ واحد من النماذج اللي هو الموت اللي كان ملفت لاطفال دار المايقومه. احنا بس حناخده كنموذج فقط، اللي هو يمكن كان في اطفال اكثر من 50 طفل ماتوا في الاشهر الماضيه. شنو الاسباب وراء ذلك؟ لا استاذ هلا، هو لو قالوا 50 طفل اعتقد ذاته بسيطه. يعني الملف ده الان بس لانه اخذ اعلام، لكن ملف خطر جدا جدا، ملف يعني ملف اخطر. الاطفال ديل بيموت على مدار يوم ويومين وثلاثه يوم ويومين طفل. اطفال ديل نحن اطفالنا، فلذات اكبرنا بيكون طعام للقطط والكلاب بيجيبوهم متهالكين. حتى الان بيبذلوا مجهود جبار جدا لما يقوم عشان توفر لهم حق الحياه. وللاسف الشديد فوق كميات كبيره بتتساقط. الان الشغل اللي تم ده يعني هو تم على اساس وجه الاضاءه، لكن لزول اصلا صادق في حبه للاطفال ودار يهتم بالمجال ده يوميا بيشوف عدد من الاطفال. بس الان كل شيء حصل احصائيه، يعني انا ولو قلت لي العدد، لانه اصلا بيقول لك لما يقوم المتوسط بتاع الاطفال اللي بيصلوا حوالي 7 اطفال يوميا. السبع اطفال دول بتساقط منهم 3 4 ده على مستوى الشهر، ودي واقع ما متسوس يعني معلنه، لكن ما في اعلام مكثف. يعني الجهه الوزاريه المنطبعه الكلام ده، حتى الاطفال بتاع المايقومه ما عندهم الحليب، عندهم مستوى معين من الحليب. للاسف الشديد بتمشي تقابل مدير الدرس ما بتلقي حليب، لغايه ما الناس بتعمل شيرنج، محتاجين للبامبرز معدوم، محتاجين لمضادات حيويه، محتاجين لاطباء، محتاجين حتى للمرتبات بتاعت العاملين ما بتلقاهم. يعني انا افتكر الناس المايقومه دي اللي بيبذلوا مجهود جبار جدا جدا في سبيل انقاذ هؤلاء الاطفال. صحيح. لو شفت المجهود، عشان كده الان الاعلام يفترض يوجه ايجابي، كيف ننقذ اطفال المايقومه؟ ودي مسؤوليه هي فعلا زي ما قلت الاعلام مفترض انه يكون موجه فيما يخص هذا الموضوع، ولكن احنا خاطبنا اكثر من مره اللي هو مدير دار المايقومه او مدير الدار المايقومه، ولكن بترفض. ما هي في كل ما في عداوه، يعني هسه الان موجهين المسؤوليه كان لما تقرا الخبر كانه هؤلاء ماتوا بالاهمال او ماتوا بانه عدم القيام بالواجب، لكن ماتوا اصلا هم بيموتوا. يعني اصلا الوفيات دي باستمرار. صحيح، هي باستمرار. يعني علاوه على ذلك مفترض انه هي مثلا توضح الاسباب تبرهن، ولكن كل مره بتعتذر انه هي عندها ظروف انه هي ما حتقدر تكون حاضره. احتمال يكون لها اسباب خاصه. الناس دي ما في عداوه ما بين المسؤول والاعلام، وده الخطا. هنا الان لو قاعد هنا في الكرسي بتفتكري كانك انت حتحكميها، رغم انه انت بتطرح مشاكل، وده الكلام ده ما يفترض يكون نتيجه للحدث. يعني انا افتكر الاعلام دي رساله ساميه لرد النتيجه الاجتماعيه لمعالجه السلبيات. يعني الان انتم امشوا بكاميرتكم من الان، فهمون بالواجب انا نحن دايرين نشوف شنو النواقص عشان نحكيها للمجتمع وتشوفوا مين المسؤول. يعني انا دائما بقول لا، مفترض الامور تتعامل بشفافيه. صحيح. يعني حتى على مستوى المجتمع، ليه نحن اطفالنا بيكونوا طعام للقطط والكلاب؟ دي مأساة كبرى ما بتحصل، يعني في كل دول العالم ما بتحصل. لا نحن، وحتى الاسره تدار العار، في النهايه الطفل ترتكب في جريمه قتل. صحيح. مأساة والله. طيب استاذ عثمان، خلينا نتكلم شوي عن القوانين الرادعه لحمايه الاطفال اذا كان اللي هو من الاغتصاب، التشرد، الحالات اللي بيمر بها اي طفل في العالم. هو قانون الطفل بتوقف في الماده 86 على بعض العقوبات لبعض الجرائم. تمام. كويس؟ لكن اكبر جريمه انا افتكر ده انتصار للاطفال، لكن الجهد ده ما بتم بالقانون بس، بتم بكل وسائل المجتمع. من ضمن الاشياء الانتصار للاطفال، ودي تقريبا في العالم كله ما موجود الا في داخل السودان، اللي هو الماده 45 ب وجيم. يعني الماده 45 ب بتتكلم عن اغتصاب الاطفال. اغتصاب الاطفال عقوبته في السابق
كويس في المادة 149 قبل قانون الطفل السجن لا يتجاوز 10 سنوات. الآن في قانون الطفل أي اغتصاب للطفل بموجب البينة القاطعة والإدانة بعد كده الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت أو السجن 20 سنة. دي المادة. المادة الثانية جيم اللي هو التحرش والإساءة الجنسية. أي طفل تم الاعتداء عليه كويس تم التحرج عليه أو تمت الإساءة له جنسيا إذا تمت الإدانة يفترض العقوبة تكون السجن ألا تجاوز 15 سنة. وده أفتكر عقوبات رادعة جدا جدا، لكن للأسف الشديد المجتمع ما ملم بها. هي مطبقة حاليا؟ هي مطبقة بشدة وبوقع له العقوبات، لكن نحن الآن سكتنا من النشر بتاعها. يعني في زميلاتنا صحفيات بتاعت الجريمة عدد من المسميات عدد من الجرائم وقفنا فيها النشر، قلنا الحصة وطن ما داري النشر لكن بندافع عنه داخل قاعة المحكمة. لكن الآن لو مشيتي محكمة الطفل للأسف الشيء ممكن تلقي 7-8 أطفال بيتم الاعتداء عليهم والمجتمع بغض الطرف عنهم. نحن جينا في جمعية مناصرة الطفولة من 2014 طالبنا الإعدام يكون في ميدان عام بغرض العزة والعبرة، لكن للأسف الشديد يعني ما في أي استجابة، في رغم في التفاعل الاجتماعي عالي جدا جدا في المثل لكن ما في استجابة. يمكن الحاجة الغريبة أنت الآن ذكرت إنه المجتمع ما بديه أي أهمية أو ما بيلتفت لموضوع زي ده، ولكن في الحادثة بتاعت الطفل ريان المغربي يمكن هزت كل الشعب السوداني، فتحديدا إنه هو سقط فقط في البئر، ولكن أكيد على ذلك إنه هنالك أطفال يتم اغتصابهم يتم التحرش بهم، لكن ما في حركة من المجتمع السوداني. أستاذة ولا الآن بتعرف اللي حصل عليه شاهدي شنو؟ شاهدي دي تم اغتصاب بيت بتاع السنتين بتتابع في أمها في منطقة في شرق النيل، بتتابع في أمها آخر كلمة نطقتها قالت لها يا ماما، وتابعت أمها اتجهت بناحية الشرق اتجهت بناحية الغرب، لقاها واحد من الوحوش البشرية دي اغتصبها حتى طلعت أحشائها ورماها في البير، الناس ما اكتشفتها إلا بالرايحة. دي وين الإعلام؟ وين الدور السوداني؟ أنا في السابق لما كان بتطرح المثل يقول لك انت بتشوه صوره المجتمع السوداني، تلفزيون السودان كان محجب ما يتكلم عنها، كان لقينا قناتكم دي وبالاضافه ل لكن دور الرقابه اولا. ايوه دي معلش انا اوريك الاعلام دور المجتمع، عشان كده طوالي ريال لقى اعلام مكسب بس مجرد سقوطه في البير. الان الطفله مي حصل لها شنو؟ الطفل عز الدين ده كلهم اطفال دون 6 سنوات تم اغتصابهم وقتلهم، ما في حد بيتكلم عنهم. يعني احنا الاعلام بتاعنا هنا دارس يحكس الصور الجماليه، ورغم ان الاعلام يفترض يحكس الصوره القبيحه عشان تزداد جمال، تعمل حلقه الليله عن القبح باكر تلقى القبح يتجمل، دي الرساله الساميه اللي افترض نأديها. هو دور الاعلام بشكل كبير هو دور مبادر، يعني احنا قاعدين نبادر في ما يخص هذه ممكن نقول القضايا، ولكن اكيد المسؤولين هم لهم الدور الاكبر. وفعلا دي حقيقه، يعني دي حقيقه، انت دوركم بتحكس الصوره. يلا بعد كده وبالمناسبه في حاجه اسمها انا دائما صراعي مع المجلس القومي انا بحترمه جدا، لكن لانه عندهم سلطه جباره وسلطه متكامله. يعني من رئاسه الجمهوريه سواء كان حمدوك او البرهان او اي شخص موجود، يعني قضايا الاطفال ما بتعرف العمل ما بتعرف اللون السياسي، بتعرف الانسانيه بس. يعني دول حتى الان مجتمعه يعني عندهم سلطه بخطوا نظام معين، فيها رئيس القضاء عضو في المجلس القومي رعايه الطفوله، فيها وزير الداخليه، فيها وزير الماليه، فيها وزير العدل، كل الوزراء، فيها رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء. ده كله نفترض يجتمعوا عشان يحددوا مشاكل الاطفال، فيها وزير التربيه. ده كله نفترض يخطوا برامج خطه استراتيجيه، واي انسان المنضبط يقوم به، لكن للاسف الشديد ما في. نحن الآن بنحصر حتى السابق واللاحق وما قدم ورش اجتماعات مذكرات والموضوع انتهى، يعني مجرد موظفين بس ما في شكل الروح اللي بتتفاعل مع الأطفال في قضاياهم. يعني هسه زي قضايا الأطفال في المايقومة افترض المجلس القومي يكون منظم يوصل رسالة للزرقاء. صحيح صحيح، يمكن ربنا يرحم كل الأطفال نحن فقدناهم، لكن أكيد من الآن ولقدام شنو ممكن نقول اللي هي الآلية اللي بتخلينا نحن نحمي كل الأطفال الموجودين إذا كانوا في دار المايقومة، إذا كانوا في المنظمة الاس او اس، إذا كانوا أطفال الشوارع، إذا كانوا أطفالنا برضو في البيوت؟ هي قيام الدولة بواجب اتجاه الأطفال وقيام المشرع بواجب الأطفال. أنا كان خطيت مقال كده، أنا أسعى الآن في حاجة بالنسبة للأطفال المايقومة، ليه المجتمع ما بيقبلون؟ يعني ما في تصالح، في فجوة بين الطفل مجهول الأبوين والمجتمع، يعني بيفتكروا بيرموا الجرم كله على الطفل في حين أن الطفل ما عنده ذنب. يعني الطفل ذنبه شنو؟ يعني ذنبه شنو عشان يكون مجهول أبوه؟ أنت تحرمه من طفولته، تحرمه من والدينه، تحرمه من الحياة الكريمة، تزجه في كأنه حبيس. لما ياخذ حقوقه ينال في المجتمع أنت بتسبب له نوع من الحرج، بتستعمله. فدي مشكلة دائرة تصالح المجتمع مع هذا الطفل بأنه ما عنده ذنب. دي واحد الفهم القديم بالنسبة لنا، يعني الثورة دي ثورة وعي افترض تتحرر المفاهيم. في المسألة الثانية ودي دارك تركز معي فيها، وقال كلها أتمنى يعني قناة السودانية 24 عهدناها بقوته وبصموده وبتحديها تتبنى هذا الخط. يعني الآن
الطفل المادة 135 من قانون الجناية بتنص على الإجهاض، يعني جريمة الإجهاض كويس عقوبتها 3 سنوات سجن لكل من يقوم بفعل جناية تجاه إجهاض المرأة. نعم. كويس، وكانت الفاعل المجني عليه الحرمة أو المرأة الحبلى أو الطبيب. نعم. أو من ساعد في الإجهاض، دي العقوبة بتاعتنا يعني جريمة. مستثني منها 3 حالات، الحالة الأولى لسلامة الأم. نعم. إذا كان لسلامة الأم، إذا كان الجنين في وضع خطر ممكن تؤدي لحياة الأم، بقول الجنين ممكن تضحي به في سبيل الأم وفقا لحالة الضرورة. تمام. المعروفة قانونية. الحالة الثانية إذا كان الجنين ميت في بطن أمه بعد كده اضطرت يتم الإجهاض. الحالة الثالثة ودي الحتة الأساسية، إذا كانت الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب شرط أن لا يتجاوز عمره 3 شهور. باعتبار أنه علميا ودينيا الطفل بينتفخ في روحه بعد أربعة شهور. نعم. أو 4 شهور، الـ4 شهور دي بعد كده خلاص عنده حق في الحياة. طيب السؤال، اسمعنا المشرع السوداني خط جريمة الاغتصاب دون 90 يوم ممكن يتم الإجهاض، ليه ما أضاف لها جريمة الزنا؟ يعني ده كل الفرق شنو يعني؟ بيبقى المشرع الكلام ده جابه من وين؟ نفس الضرورة القصوى للمجتمع بأنه تبقى، وما مش الإنسان بدأ لحرمان الأطفال من حياتهم. أنا مقتنع قناعة تامة كعثمان العاقب بأنه بعد الـ4 شهور مجرد ما انتفخ الروح هذا الجنين سواء كان شرعا أو غيره عنده حق في الحياة، وافترض المجتمع كله حق الحياة. لكن قبل لما عندما يكون نطفة غير مخلقة، أنت نصيت قلت 90 يوم إذا كان جريمة الاغتصاب ممكن تجد، ليه ما قتلت جريمة الزنا؟ نعم. وشوف النتائج بتاع جريمة الزنا. نعم. جريمة الزنا الآن هو الحاصل ده 50 طفل، 100 طفل، 200 طفل، 1000 مؤلفة من الأطفال. الناس افترض أنتوا الآن كغنوان بقدم لكم هنا مبادرة، جيبوا عدد من الشيوخ، جيبوا عدد من العلماء قاعدون هنا يتفاوضوا في هذا في هذا الأمر. يمكن يا أستاذ عثمان الملف عميق جدا وطويل جدا فيما يخص أكيد انتهاك خصوصيات الأطفال في شتى، ممكن نقول أكيد الموضوعات، إذا كان اللي هو ختان الطفلات أو أكيد زواج القاصرات اللي هو الطفلات أو ما إلى ذلك. المواضيع كثيرة جدا، وأكيد في مقبل الحلقات إن شاء الله حتكون في مساحات كثيرة علشان نتحدث حول هذا الموضوع بشكل كبير جدا. وأنتوا أكيد كمستشار قانوني لك نظرة، وأكيد قاعد تمر بك كثير من ممكن نقول اللي هو القضايا فيما يخص الأطفال وانتهاك خصوصيات الأطفال. شكرا لك جزيلا أكيد وجودك معنا ضيف في فقرة ترند. شاكرين ومقدرين، والتحية دائما لقناة السودانية 24 صوت الحق، صوت الشعب السوداني، والآن أتمنى تكون صوت الأطفال. شكرا جزيلا لكم.